أعزائي المستمعين والمستمتعين، كل سنة وحضراتكم بخير، كل لحظة وحضراتكم طيبين. ربنا يا رب يجعل بيوت المصريين عمار. 1/1/24 بنبتدي سنة جديدة، ولما هنبتدي سنة جديدة عنوان حلقتنا النجاح. اتكلمنا عن النجاح واتكلمنا عن التجارب، ودخلنا بقى نتكلم في الشركات الكبيرة الناجحة المصرية اللي بتمويل مصري، اللي بيديرها شباب مصريين. قعدنا ندعبس وندور ونشوف الناس الناجحة الجميلة اللي في وسطينا، لغاية ما لقينا الأستاذ محمد ريان. لقيناه في لندن، دورنا عليه، قلت له مش هنبتدي السنة الجديدة من غير ما تبقى معانا يا محمد. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيب يا حبيبي. أنا عارف إن في ديلي وانا جايبك من لندن مخصوص، بس احنا ما ينفعش نبتدي السنه الجديده وانت مش معانا، ونقول لك كل سنه وانت طيب، كل سنه والمصريه للسيارات طيبه وبخير. اخبارك ايه؟ الجو عندك عامل ازاي؟ الجو تلج حقيقه، الجو ساقع جدا. طب امن نفسك بقى عشان ما تجيلناش عندك برد. لا ما تقلقش، لازم تامن نفسي ادويه وكل حاجه. النهاردة بنتكلم عن النجاح يا محمد، وكان لازم نستضيفك لأن المصرية للسيارات أيقونة من أيقونات النجاح في مصر في ظل الأزمة اللي بتعيشها السيارات. عايزين نعرف يا محمد الكونتستنسي أو الاستمرارية في النجاح إزاي قدرت تحققها في شركة أنت مستلمها أوريدي ناجحة. يعني كان قدامك تحدي كبير جدا، الفيجن كانت عاملة إزاي يا محمد؟ هو اهم حاجه طبعا قصه التطوير، انك تطور على الشركه بتاعتك طبعا، وانك انت دايما تبقى متابع الماركت نفسه اللي بيتطور فيه، والتطورات اللي في الماركت نفسها بتحاول انت تتطور بتبقى احدث منها. وعلى هذا الاساس لازم تبقى دايما متابع الماركت دايما، يعني دقيقه بدقيقه. ماشي، بس انا معلش يا محمد خليني برضو ايه عشان ابقى صريح معاك ونبقى صريحين، الناس بتسمعنا، الازمه اللي بتتعرض لها السيارات دي غير مسبوقه. يعني ما اعتقدش ان مثلا ان الوالد او الكيان الاسره اتعرض لها قبل كده. انت اول ما اتحطيت في الموقف ده ايه اول حاجه جت في بالك؟ فكرت انك تقفل بقى وزهقت، ولا خدت الموضوع ازاي؟ لا بص، احنا دايما الازمات بالعكس، لما نشوف الازمات دي بتزيدنا خبره، وبنحاول بقدر الامكان يعني نتعايش معاها، لان دي ازمه مش موجوده، دي ازمه عالميه، يعني مش موجوده بس في مصر، دي ازمه موجوده في كل حته في العالم، مش بس مصر، يعني دي موجوده في اعتقد في كل الدول كلها بالكامل يعني. طيب هل 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 يا محمد انخراطك في الشغل ودخولك فيه جامد قوي، هل بيأثر على علاقتك، معلش بس احنا برنامج اجتماعي برضو، هل بيأثر على علاقتك بالبيت والأسرة؟ احكي لي بقى كواليس، وبيقفوا جنبك ولا بيقولك انت بقى، بقول لك انت هتطلع همك علينا بقى يا محمد، ولا ايه، ولا بيستحملوك ولا ايه؟ لا لا لا، اكيد بيستحملوا والأسرة كلها بتستحمل، ولازم يعني بالعكس المفروض الشغل ما يأثرش على الأسرة، يعني المفروض ان كل يبقى في وقت للاسره وفي وقت للشغل وفي وقت، يعني لازم تبقى فاصل وقت للولاد تقعد معاهم وتهتم بيهم. يعني انت عايز تقنعنا ان في البيت في احتواء والناس بتقدر ظروفك وكده والدنيا ماشيه كويس؟ طبعا طبعا لازم يبقى في احتواء، ولا لو ما كانش في احتواء ما كانش البيت هيستمر، يعني لازم الاحتواء ده حاجه مهمه جدا طبعا في وقت الازمات، يعني كله يبقى يفتح، يعني كلنا نستحمل بعضنا، يعني مفيش حاجه اسمها انت مخنوق انا ما استحملكش، لازم كلنا نستحمل بعضنا، وكل واحد يبقى عنده كريدت للتاني بيحافظ عليه يعني. طب سؤال، انت قعدت بقى من اولها قلت لها بقول لك ايه، ما تلاقيني جاي بقى متعفرط بقى، لا تقعدي تساليني بقى اسئله كتيره ولا تجننيني، ولا هي لوحديها انت لقيت الدنيا زي ما ربنا رزقك بشركه حلوه كده، ربنا رزقك بذريه لطيفه، هي لوحديها اشتغل قالت مع نفسها كده للصح؟ بص، الزوج اعتقد دلوقتي بقت الدنيا، يعني بقى في الزوجات كلهم بقوا مثقفين وفاهمين يعني طبيعه الحياه موجوده ازاي وايه اللي بيحصل في الحياه، فاعتقد ان ده يعني بقى حاجه مهمه جدا الناس كلها تهتم بيها، انها تشوف ازاي يعني ازاي يتعاملوا مع بعض الراجل والست، يعني ازاي يتعاملوا مع بعض في الثقافه الزوجيه يعني. طيب احنا عايزينك بقى تدي رسالة لأسرتك الصغيرة الأول، ورسالة لأسرتك الكبيرة مصر في أول يوم في السنة 1/1/2024. والله الرسالة يعني يا ريت إن الناس كلها يعني تستحمل بعضها، وإن شاء الله هي أزمة وهتعدي،
وانا متفائل جدا ببلدنا. بلدنا ياما عدت من ازمات، واسرتي برضه ياما عدينا بازمات، اسرتي الصغيره عدينا بازمات ماليه وحاجات كتير جدا طبعا، كلنا وكلنا استحملنا لغايه ما الدنيا عدت. واعتقد ان نفس القصه في الدوله برضه، واكيد الازمات دي كلها هتستمر، يعني مش هتستمر وهتبقى ذكرى زي زمان لما كنا بنفتكر الحاجات دي ذكريات، بكره الازمات دي كلها هتبقى ذكريات يعني. ان شاء الله. بشكرك جدا جدا يا محمد. ويا جماعه عايز اقول لكم المصريه للسيارات عامله اوفرز كبيره وجامده جدا جدا بمناسبه السنه الجديده وبمناسبه النجاح والنجاح اللي بتعيشه المصريه للسيارات. خشوا على صفحه المصريه للسيارات وشوفوا العروض الجديده. بنشكرك جدا يا باشمهندس محمد، بالتوفيق وترجع لنا بالسلامه، شكرا ليك وخلي بالك حبيبي، من شكرا البرد. ليك، الله شرفتنا يسلمك، الله شرفتنا، يسلمك، ميرسي جدا، الله يسلمك، شرف يا عم، مع السلامه، مع مع السلامه. السلامه.